ويدرس منظم أولمبيات طوكيو عدة خيارات مع اقتراب افتتاح الألعاب الأولمبية في الشهر القادم لم يستبعد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إقامة الألعاب الأولمبية دون حضور الجمهور في حال بقاء العاصمة طوكيو تحت حالة الطوارئ بسبب انتشار وباء كوفيد-19 فيما دعا الأسبوع الماضي المواطنين اليابانيين إلى متابعة الألعاب الأولمبية على شاشات التلفزيون هذا وقال المنظمون إنهم سيقررون إمكانية حظر حضور المتفرجين في وقت متأخر من اليوم الاثنين يذكر أن حالة الطوارئ في طوكيو تم رفعها الأسبوع الماضي غير أن الإجراءات شبه الطارئة تبقى حيز النفاذ هذا وأقيمت بروفة الافتتاح يوم الأحد الماضي في حين ما تزال السلطات تخطط للسماح بحضور 20000 ألف متفرج حفل الافتتاح